بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستمر إن شاء الله في الاستفادة من الآيات من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا. وقد مر بنا ما تيسر من فوائد مستنبطة من هذه الآيات، ونكمل في هذه الحلقة، فنقول أيضا يؤخذ من هذه الآيات إباحة التعدد في الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وشرط في ذلك العدل بينهن فيما يستطاع من العدل، الذي هو الكسوة والسكن و النفقة والمبيت. وهذا شرط إباحة التعدد، وأيضا لا يزيد التعدد على 4 نسوة، لأن الله حدده بأربع، ولأن ناسا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أعداد كثيرة من النساء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن 4 وأن يخلوا عن الباقيات. وهذا من حكمة الله سبحانه في أن الزوج يستطيع القيام بالعدل بين هذا العدد، ولا يستطيع القيام بالعدل فيما زاد عليه. وأيضا هذا التعدد فيه مصالح للرجال والنساء، فالرجال يتوسعون بما أباح الله لهم من الزواجات، والنساء أيضا تجد الكافل لهن بدل الضياع وبدل أن تبقى بدون زوج. فكونها تكون عند زوج ولو رابعة أربع خير لها من أن تبقى أيما لا زوج لها ولا كافل لها. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب العدل بين النساء، وجوب العدل على الزوج بين نسائه بما يدخله العدل ويستطاع العدل فيه، وهو ما ذكرنا من النفقة والكسوة والمسكن والمبيت عندها والقسم، وهو ما يسمى بالقسم. هذا هو العدل المطلوب. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب دفع الزوج المهر لزوجته، لأن الله جعله لها: وآتوا النساء صدقاتهن، أضافها إليها فهي ملكها. وأمر الله جل وعلا أن يدفع لها صداقها كاملا من غير ما نقص. يؤخذ من هذه الآيات ملكية المرأة لصداقها، لأن الله أمر بدفعه إليها وأضافه لها، فهو ملكها ولها التصرف فيه، كما أن لها أن تتملك غيره من وجوه المكاسب المباحة، وأنه ليس للزوج على زوجته سبيل في ملك فيما ملكته من المال، بل هي تتصرف فيه بحسب مصلحتها، إلا إذا استوجبت الحجر عليها لسفه أو غيره، فذاك شيء آخر. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا يحل للزوج ولا لغيره من الأولياء أن يأخذ شيئا من الصداق بدون إذنها، إلا الأب، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، ومن ذلك له الأخذ من مهر
بنته بشرط أن لا يضر ذلك بها أو تكون محتاجة هي إليه. دلت هذه الآيات على أن المرأة مثل الرجل في أنه لا يحل شيء من ماله إلا بإذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهنا يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يؤخذ من هذه الآيات أن ما سمح به الإنسان من ماله فهو حلال طيب، وأما ما لم يسمح به من ماله فهو من الخبيث ومن أكل الحرام. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى وسماه خبيثا، فقال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فيؤخذ من مجمل هذه الآيات عناية هذه الشريعة العظيمة بمصالح الناس، وأنها جاءت شاملة كاملة لمصالحهم إلى يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى منع في أولها من العصبية ومن الافتخار بالأنساب، وأخبر أن الناس كلهم من أب واحد وأم واحدة، هذا من جهة النسب، ليس لبعضهم على بعض مزية إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وفيها بيان أن الرجال والنساء يتساوون في التملك للأموال، وأن المرأة تملك كما يملك الرجل، وأن المرأة يجب عليها من أمور الدين ما يجب على الرجل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وبرسوله، وأداء الفرائض، ترك المحرمات. هذا الرجال والنساء فيه سواء: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، الصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يختلف الذكور عن الإناث بأحكام تخصهم وتليق بهم، ويختلف النساء عن الذكور بأحكام تخصهن وتليق بهن. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.